إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتت الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل جنابة أم تنتظر حتى تطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة وأتها الحيض فهذا خيار أنت أدرك الغسل عنهما جميعا، لأنها يصل إلى الحيض وإن زادت أثرتهما وإن زادت بادرت الغسل جنابة فهو أحسن وأولى، ويبقى الغسل فقط تغتسل الجنابة حتى يصف الحدث ويقرأ الله أيضا عليك قاعدة، هذا هو الأولى.